خليني أبدأ معك من حيث انتهى حيدر دكتور، الأهلي والفتح. يعني المشكلة النقاط اللي عند الفريقين بعيدة، يعني الفتح عنده حوالي 7 نقاط وعنده يعني إذا صور إذا فاز احتمال يصدر دوري. الأهلي هي هاي مشكلته الكبيرة لحد الآن. الأهلي أربع نقاط من فوز تعادل وخسارتين، وبالتالي من صعوبة جدا عليه أنه يرجع، لكن يبقى الأهلي أهلي. يعني نحن نشوف المباريات الآن كلها الفرق الأقل هي ماخذ نقاط أكثر، والفرق اللي تقريبا هي اللي تقريبا نقول من الأربعة الكبار ماخذ نقاط أقل، لكن يبقى المباراة صعبة جدا على الفريقين. لحد الآن أنا أتوقع الأهلي يفوز. أهلي. عيسى، بالنسبة لمباراة الأهلي والفتح أبو كرم، الأهلي لم يحقق حتى الآن أي فوز، 4 مباريات ب4 تعادلات. المباراة بالنسبة للمدرب هاسي على كف عفريت، على كف عفريت، نعم هذا ما يعني التقارير الصحفية اللي بدأت الآن تتداول بأنه الأقرب في حالة الخسارة من وجهة نظري إلى أيضا أن يكون ضحية جديدة بالنسبة للمدربين. الأهلي دفاعا لديه مشكلة، وفي الهجوم مع غياب السومة مشكلة. الفتح المستوى متصاعد بشكل كبير جدا، يلعب بثقة أكبر، وبالتالي أنا أعتقد أنه المباراة أما الفتح فوز أو تعادل. طيب خليني معك ونحكي مع التعاون والرائد. التعاون والرائد رغم خسارة التعاون حقيقة 3 مباريات، إلا أنا أرى أنه من أفضل الفرق التي لعبت حقيقة. لعبت، خسرت أمام الهلال في الوقت الدقائق الأخيرة، خسرت أمام النصر في الدقائق الأخيرة، تعادل أيضا مع. بعرف تاريخه، تعطيني توقعاتك هلا. توقعات أن التعاون أقرب إلى الفوز. أقرب. وضمك والشباب؟ دكتور إلي. ضمك الشباب أنا أعتقد إلي الضمك. دمك دكتور. تعاون والرائد؟ تعاون أنا عندي، لأنه تعاون صور هو فريق كبير جدا وإمكانية كبيرة جدا، عنده مهاجم على مستوى عالي جدا. أنا أصور بس يعني عم يخسر جدا. يخسر طبعا. ما خسر ويا فرق ضعيفة، فرق كبيرة يعني خسر ويا ما خسر باع الأسماء يعني. طيب. يعني وبالتالي هلال يعني ما خسر ويا فريق ضعيف. وبالتالي أصور التعاون إمكانية عنده. بس الرائد شو؟ الرائد احنا ما اقول انه فريق جيد، امكانيه كبيره جدا، الان هو ماشي مشيه صحيحه، لكن يبقى التعاون هو الاوسع. طيب والضمك والشباب؟ الشباب كمان يوم يعني هي المشكله الكبيره انه نجعل نقاط مع الشباب، يعني تقريبا 4 نقاط عنده يعني، لكن يبقى انه فريق امكانيه كبيره جدا. ضمك الان هو 7 نقاط و تقريبا، بس طول عمره تاريخيا ضمك يعاني الهبوط والشباب يحارب على اللقب. بالضبط، ولهذا انا اقول يبقى الشباب هو الفريق الاوفر حظا في المباراة. موسكا شو رايك فيه مع الشباب؟ والله لحد الان اوكي، يعني احنا مو هي المشكله مالتنا الان، البدايات ما تعطيك هي الواقع بالضبط. البدايات على طول تكون شويه مختلفه، شويه الامور تختلف، لاعبين مدرب جديد مثلا، او لاعبين الان اللي يشوفهم، الاصابات الموجوده بالوقت الحاضر، هاي كلها تاثر عليك. لكن ويا الوقت بس في ناس ما تصبر دكتور،